بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله. أقدر جدا مجهود هذه اللجنة العليا التي قامت بأمر كان واجب أن يقوم به كثيرون غيره، ولكنها مشكورة على تنظيم هذا اللقاء تكريما للأستاذ قاسم يوسف بدري. نحن كلنا أحصاديون، والأحصاد هي باكورة علاقتنا بالمعرفة والعلم. وطبعا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. في هذا المنطق ومن هذا المنطلق سألت نفسي، وأنا قد طلب مني أن أخاطبكم تكريما للحبيب قاسم، هل لدي جديد أضيفه أم لا؟ ولو كان هناك جديد أضيفه أتحدث، وإلا فلا. إذا لم تجد شيئا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. الكلام اللي عايز أقوله من مقدمة فيها ثلاث نقاط، ثم أتحدث عن عطاء الأحفاد فيما أسميه السلسلة السبعية الذهبية، ثم أتحدث عن عطاء قاسم، ثم أتحدث عن نصيحة لقاسم، ثم أطرح رؤيا حلم بالنسبة لمستقبل الأحفاد. أهم شيء في هذا الاحتفال أنه لشخص حي. في السودان للأسف لا يكرمون إلا ذكر الموتى، كأنهم قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكروا محاسن موتاكم، قرأوه لا تذكروا إلا محاسن موتاكم. ولذلك اعتاد الناس ألا يحتفلوا بالأحياء وأن يذكروا محاسنهم، وهذا خطأ كبير، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذاته بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وعندنا الشيخ أحمد السعد بيقول العود ما بجيب النار بل يفرقوه. فده كله حث على أن الناس يتحدثوا للناس عن محاسنهم حتى يزيدوا منهم. أول النقاط الثلاثة في المقدمة أن الأحفاد عطاء عبقرية سودانية، عبقرية سودانية ضربت في لفاعة، تردد صدى العبقريات السودانية التاريخية اللي ضربت في مناطق في السودان، بعانشي، في مروي، الإمام المهدي، في جزيرة أبا إلى آخره. هذه العبقريات السودانية التي انطلقت من الأرض السودانية، وكانت ليس كما قال صيرت عن كرهم قرى السودان في مخيم، وإنما ينطلقون من قرى السودان، هذه عطاء سودانية. فعبقرية الشيخ بابي البدري هي عبقرية صناعة سودانية ضرب في السودان. النقطة الثانية هي أن أمدرمان ليست مجرد مدينة، والمركز الذي انطلق منه
نشاط الشيخ بابكر بدي بعد انتقاله من الرفاعة إلى أمدرمان. أمدرمان أيقونة، أيقونة السودان، وكل الذين تحدثوا، كل الذين حركتهم هذه المعاني وشعروا بها، أنا أمدرمان، أنا السودان، الله يكون زين، في النيل بالجهة الغربية، انظروا معقلة وطنية عجيب. أذكر بقعة أمدرمان وانشف في ربوع أمان خل الفرح. يا أمدرمان متى يكون ليل في رضا في رضا في رضاك سكون وترضي. طريت الدر طريت ناسا العبادي. متى أرجع الدر وعودة عمر البنا. كل شعراء الحقيبة برزت عبقريتهم في الانطلاق من أمدرمان أيقونة السودان. النقطة الثالثة في المقدمة هي أن الأحفاد أكبر تجربة في البقاء للأصلح، مش بخط واحد، مرة حزم ومرة لين. العميد يوسف بدري كان في خطة من بعض منافسينه في الإدارة وزارة المعارف، وقال بأنه يضم الأحفاد للحكومة، وكان هو بيرى طبعا غير ذلك. قام مشى للإمام عبد الرحمن وقال له أنا لغمت الأحفاد كلها، وإذا جو عشان يضموها أنا حأفجر الأحفاد وأنا أموت معها. ده الحزم، ولكن كذلك اللين اللي مكنوا أن يعايش نظم مختلفة، بعضها أعدائي وبعضها عنده ما عنده من مكايد، ولكن استطاعت الأحفاد بحلقاتها الثلاث أن تتعايش مع ظروف هي من أكثر الظروف صعوبة وتبقى. ما هو عطاء الأحفاد؟ عطاء الأحفاد جامعة نسائية فريدة في المنطقة كلها، المفارقة في مجتمع يعاني من دونية المرأة. قالوا المرأة الفعل المرأة مين خشم بيته وليه ولد، وقالوا المرأة نصف المرأة بتزور جوالك الضرر، وقالوا أخيرا وما مرأة في السوق تشوفها تخابرها. المنطقة ده قامت ضد هذه التجربة، قامت ضد هذه التجربة. طبعا كثيرين أبعد الشيب يا ود بدري تأتي أمورا في بني الإسلام تنكر. أسفت وما أسفت عليك، لكن أسفت على الأحفاد بين يديك تخسر. ده المنطق اللي واجه هو بيه تلك الظروف. فإذا ده العطاء الأول. العطاء الثاني، حافظت على واحة حرة في السودان في ظل نظام شمولي، واستطاعت أن تحافظ دون أن تزيل هويتها. ثالثا، صنعت مجتمعا وفاقيا فيه قبول الآخر الثقافي والإثني، فيه جمعت البنات من كل أطراف السودان وجعلتهن يشعرن بأنهن في بيتهن، وأنهن قد قبلن في هذا البيت مواطنات صالحات مساهمات. ده في بلد للأسف السياسة فيه أخفقت في إدارة التنوع، وأدت إلى قيام حتى الآن 6 جبهات قتال حربية. استطاعت الأحفاد أن تحقق هذا البيت
البيت الأخضر في السودان مع وجود هذا الظرف. العطاء أقامت مؤسسة تعليم خاصة غير ربحية في مناخ فيه الدولة رفعت يدها عن التعليم وعن دعمه، وصارت تنافس التجار أو العمل التجاري في التعليم، وترفع من نسب القبول الخاص في جامعاتها. الأحفاد استطاعت أن تنافس في وقت فيه مؤسسات التعليم العالي للأسف صارت بقالات التعليم العالي، ولكنها حافظت على هذه الرعاية الاجتماعية، دويلة رعاية اجتماعية. 35% من البنات وجدنا بعثات عشان يكون ده سبب في تعليمهن رغم الفقر ورغم المناطق التي جئنا منها وهي مناطق فقيرة. وكذلك غير 35 يساعد غيرهن في بلد التعليم الرسمي فيه تجاري، وتعليم تجاري أهلي استغلالي، والمؤسسات الحكومية ترفع نسبة التجارة وتخفض نسبة قبول الإرادة رواده. النقطة الأخرى من الأعطاء حققت استقرارا في التعليم العالي في محيط طلابي جامعي من العنف المشين. حققت انفتاحا مجتمعيا في وقت فيه التعليم العالي غالبا هابط المستوى ومحصور أكاديميا، وزاد عطاؤها 6 كليات مع مضاعفة عدد الطالبات، منظومة منظمات طوعية منتسبة إليها، عدد من المعاهد المتخصصة مثلا معهد دراسات تنمية الجندر وغيرها، برامج أعمال حقلية إجبارية للطالبات لتنمية قدراتهن القيادية وصلتهن بالمجتمع، وروضة لرعاية الأطفال. دي أنشطة مصاحبة لهذا النشاط الأكاديمي. كذلك استطاعت الأحفاد من ضمن هذه العطاءات النجاح في التواصل الدولي في كل المجالات في بلد مقاطع ومحاصر ومعاقب وملاحق في ظرف فيه البلاد تعاني من هذه الظروف. بلد مقاطع ومحاصر ومعاقب وملاحق، استطاعت الأحفاد أن تواصل صلتها الدولية بنجاح. هذه العطاءات 7 التي أعتقد أنها تمثل السلسلة والسبعية الذهبية، أو نقول الفضية لأنه لو سمعونا ناس بنك السودان قالوا الذهبية يقولوا نصيب مجموعة. عطاء قاسم وأعوانه طبعا هو ما فرد، هو شغال بالمؤسسة ومؤسسة متجانسة وعاملة. أكد أستاذة آمنة والأستاذة بلقيس وسائر من معهم ومعهن أستاذ عواطف وكل هؤلاء الذين يشتركون معه في هذا العمل، أقول عطاؤه أيضا في 7 نقاط. الأولى أنه هو قمة هرم ثلاثي من جده بابكر إلى والده يوسف إليه. وطبعا أنا بتكلم عن يوسف وممكن أتكلم عنه كثير لأنه أنا في سن الشباب كنت أصادق جيل أبي ولا أصادق الشباب من جيلي، لأني أعتقد أن في هذا تعليما لي وفائدة أكبر، ولذلك كنت أصادقه
وفي أيامه الأخيرة تقريبا أكثر من مرتين في الأسبوع بشرب معه الشاي. ولذلك كانت هذه الصداقة والتعارف المباشر به وبمن حوله. قاسم ما بدأ من الصفر، بدأ من فوق للهرم ده وأضاف إضافات كبيرة وكثيرة في مناخ معادي، في مناخ معادي. ده إنجاز كبير جدا. أول. ثاني، انتقل العميد يوسف والأحفاد أقل حجما فاستطاع أن يطورها أفقيا ورأسيا بصورة ملموسة محسوسة. ثالثا، جدلية الدين التي أنا سأتحدث عنها. في كثير من الناس بيشوفوا أنه هو عنده عجز في الدين الشعائري، لكن عنده وفرة في الدين المعاملة. وفي حقيقة الأمر، وفي حقيقة الأمر نحن إذا نظرنا لنصوص الإسلام الحقيقية تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة. ويقول: الخلق وعيال الله خيركم خيركم لعياله. تزكية لهذا النوع من السلوك الدين معاملاتيا. في جدلية، جدلية الدين والسلطة، أقول أنا فيها إنه زي ما قال ابن تيمية: إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة على المؤمنة الظالمة. وورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروم زكاهم. وطبعا نحن عندنا كثير من الآيات بتزكي من غير المسلمين، في قوله: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ولكن هذا الحديث رواه مسلم، قال عنهم الشهادة الآتية، ودي شهادات لعدل إنساني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية للإمام مسلم: أحلم الناس عند فتنة، أسرعهم إفاق بعد مصيبة، أوشكهم كر بعد فرة، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، أمنعهم من ظلم الملوك. دي حاجات حقنا نفهمها، نقيس بها الناس. ما نعتبر أنك أنت تعلن أحكام إسلامية تبطش تظلم تقهر وتاكل وتفعل ما تشاء بحقوق الناس وتقول للدين ردي. الدين هذه المعاني، الدين عنده خمسة أسس، أي خلاف في هذه الأسس الخمسة تناقض مع مبادئ الشريعة: الكرامة، الإنسان، العدالة، الحرية، المساواة، السلام، وكلها أصول معروفة. النقطة الأخرى في عطاء قاسم أنا بسميه التوريث الحميد. طبعا ما كله توريث حميد، في كثير من التوريثات كارثة، زي ما قال دعبل الخزاعي يتكلم عن توريث الخلفاء، قال: خليفة مات لم يحفل به أحد، لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يحفل به أحد. ففي هذا التوارث، لكن في التوارث على سنة يوسف، يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم. ده دي السنة اللي عليها مشى هذا الطابور الثلاثي، والذي فيه قاسم صار يعني قد حقق لا
ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. بالمعنى ده، إذا أنت لم تحن القديم بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قبله، ما ينفع. إذا أنت لم تحن القديم من المجد بحادث من المجد لم ينفعك ما كان من قبله. كذلك فيه صفة ممتازة جدا، الاستعداد لتواصل الأجيال. يتكلم مع الطفل ويتكلم مع الطفلة ويتكلم مع الشاب ويتكلم مع الشاب ويتكلم مع الشيخ ويتكلم مع الكاسة. تواصل الأجيال دي صفة مهمة جدا جدا وموهبة. ولكن الوقت أنا داخل في النصيحة يا قاسم، من ذا الذي تغضى سجاياه كلها، كفى المرء دبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. أولا، عطاء الشخص ممتاز جدا. أقول يجب أن يحدث تجويد مؤسسي عشان يكون العطاء شخصي ومؤسسي. ثانيا، قاسم بمعرفتي له، وأنا عرفته كعم وصديق كصديق لأبوه، باطنه خير من ظاهره، باطنه خير من ظاهره. والمطلوب الظاهر فيه عفوية تحتاج لتهذيب، الظاهر فيه عفوية تحتاج لتهذيب، لأنه يلعب دور المربي. وما كل البنات حيعرفا، ما كل البنات حيعرفا اللي بنعرف نحن الظاهر والباطن. فهو ده لازم يعرض لهم الظاهر ده، لأنه ده الدور التربوي والقدوة المطلوبة. النقطة الثالثة من أربعة، الاتكالية السودانية مع التخلي الحكومي فرضت أعباء على المؤسسة الأحفادية كبيرة جدا، وده محتاج لتوازن. لأنه زي ما قال المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كل هموم، الجود يفطر والإقدام قتال. فنحن ما دايرين الجود يفطر، عشان كده لابد من التوازن في هذا الموضوع، لأنه ده احنا مهتمين بالاستمرارية، الاستمرارية بتاعت الأحفاد، ولا بد أن تستمر لأنها عطاء عبقري ومهم. ولا بد أن نجري هذا النوع من التوازن، لأنه القدرة لا بد أن تكون في المحدد للتراحم. طبعا السودانيين للأسف كلنا عندنا نزعة عايزين نتوسط عشان يعملوا لنا التخفيض أو يعملوا لنا بعثة، يعني ده مطلب عام. ومع الظروف الموجودة حاليا حقيقة، زي الأخ يوسف ده، الأخ قاسم محتاج لكميات كبيرة من الفاليوم بس عشان يصبر للكلام اللي يسمعه، عشان يصبر للكلام اللي يسمعه، لأنه وهي قصص حقيقية، ما بقول كاذبة. الناس حقيقة منكوبين، دي مشكلة، منكوبين ومهتمين بالتعليم. فتبدأ المشكلة أنه هيحملوه فوق الطاقة. النقطة الأخيرة في هذه النصائح يا حبيب، هذا العميد يلبي كل الدعوات، كل الدعوات، وده كويس جدا، لأن السودانيين عندهم المجاملة أهم من أي حاجة تانية، هو بلبي كل الدعوات. ومش الدعوات بتاعة الأحياء بس، لا، دعوات الأحياء والأهل وهذا وذاك كله. وإذا طالبة مات لها عزيز، هو بيمشي عزي، هو عنده استعداد بيضحي بوقته في سبيل ده. وكذلك بيقوم بعمله الإداري، وكذلك بيقوم بعمله الأكاديمي.
طيب العمل ده، العمل ده محتاج لإدارة للوقت، إدارة للوقت، لأنه هو حيجي نفسه إذا ما عمل كده لا حيقدر ينوم لا حيقدر يتريض، ولما ما ينوم ولا يتريض حينوم في الاجتماعات، وده مش لأنه هو مستهتر، ده مشكلة الإدارة، إدارة الزمن. وأنا بنصح ضروري من الرياضة، الرياضة دي مش كمالية، الرياضة دي ضرورية، لازم الإنسان يمشي على الأقل 3 كيلو في اليوم أو ما يقابله من مجهود، ولازم ينوم 6 ساعات في اليوم. إذا ما عمل الاثنين ديل حيلقى نفسه بينوم في أكثر الاجتماعات جدية، لأن النوم سلطان، عمله في الحرب دراسة عشان يوروا بإيه النوم سلطان، فقالوا بعد 4 يوم من الجنود ما يناموا ماسكين المدافع المصوبة عليهم القنابل والمدافع يناموا في عز النيران المشتعلة دي. ليه؟ لأنه النوم سلطان. فإذا ضروري إدارة الوقت بما يعطي فرصة لحاجتين ضروريتين عشان يحافظ على صحته الغالية، وهما كما قلت النوم والرياضة. أقول دي أشياء أنا مهتم بها جدا وبقول اليوم، لأنه أنا لما أتكلم في موضوع زي ده لازم أقول كل شيء. وزي ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال رحم الله امرأ أهدى لنا عيوبنا، وقال كانت إيمانويل كانت أعظم فلاسفة في الأرض، قال النقد أفضل وسيلة للبناء عرفها الإنسان، النقد أفضل وسيلة للبناء عرفها الإنسان. وأنا قبل ما أقول النقطة الأخيرة اللي هي نقطة المستقبل، داير أقول للحبيب باسم أنا حأديك هدية ذكرى لهذه المناسبة، عصا صدفية بيضاء قلبك ولكن ليست للاستعمال. دي قاسم عصات عز، عصات عز تهز بها وبس، لكن هي عصا كما قلت صدفية بيضاء قلبك. وطبعا دائما الناس قلبهم أبيض عندهم سرعة في استعمال اليد، وعشان كده أنا بقول إنه هي دي عشان أيضا تصادف مرحلة جديدة من العمر. أنت دلوقتي دخلت في المرحلة اللي لازم نحن نتكلم فيها بلغة مختلفة مع الأجيال. المستقبل، الأحفاد تجربة عظيمة جدا، وأنا عايز أقترح 6 حاجات. الست حاجات دي طبعا مش لأنه أنا عندي نصيب ولا دور ولا مشترك، وإن كان الأحفاد عندها منطق بتاع أنه الناس المؤسسين ومنهم جدا الإمام الراحل عبد الرحمن بدوهم مقعد، فأنا ما داير المقعد ده ولا داير أتكلم عن المقعد ده، لكن داير أدي اقتراحات للناس القاعدين في المقاعد دي. أنا أتطلع لأني أنا بصف الأحفاد بأنها مش جامعة بس، الأحفاد حضارة، حضارة بما حققت هي تمثل حضارة، والحضارة الأحفادية دي فيها معاني كثيرة جدا، التوازن الإثني، وفيها التمكين النسوي في مجتمعات المرأة محرومة فيها، والمعاني دي يبقى كما قلت أن تعتبر حضارة، حضارة الأحفاد. وعشان كده أنا داير أحلم
أحلم بأن الأحفاد دي تتحول إلى جامعة نسائية لأفريقيا والشرق الأوسط عشان تبقى قادرة من أقوى الوسائل زي ما هم عارفين الوسائل اللي قاموا بها في تعليم بناتنا من الجنوب من أقوى الوسائل للتواصل الحضاري الوجود في مثل هذه المؤسسات. فنحن عايزين وحدة أفريقية، نحن عايزين وحدة عربية، نحن عايزين الأحفاد تبدأها في جامعة، والجامعة دي تبدأ جامعة نسوية لأنه مؤكد جدا النساء في ناس كثير جدا ما قادرين يفهموا أو يعرفوا قدر إيه الدور المفتاحي للمرأة في التأثير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله من أحق الناس ببرني؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أباك. فإذا هي عندها دور مفتاحي. عشان كده الجامعة دي الجامعة الأفريقية الشرق أوسطية يا ريت يخططوا في الأحفاد ليها. النقطة الثانية يا ريت يخططوا عشان تكون داخلية، لأنه دلوقتي أغلب المصايب والمشاكل في بناتنا الجامعيات موجودة في أنه ما مسكنات. مشكلة السكن، مشكلة السكن دي مهمة جدا، صحيح تكلف لكن ضروري جدا نفكر فيها عشان نقدر نخلق مجتمع محمي من مضار المجتمع. النقطة الثالثة يا ريت، أنا مرة قلت للعميد يوسف وهو قال لي أنا وافق معايا على الكلام مبدئيا، يا أخي أنتوا ضروري جدا تعملوا علاج لقضية الدين. الموضوع ده أي إهمال للموضوع ده معناها يترك الدين للحمقى، ونحن دايرين الدين يعبر عنه العقلاء. هو قام عمل لي اجتماع يكون في عدد من رؤساء الأقسام هنا عشان أتكلم عن الكلام ده، وأنا قلت الكلام ده، لكن الفكرة كانت أنه يعملوا ورشة عشان يناقشوا القضية دي. الدين حاضر في القلوب في المجتمعات وفي الأسر، المهم هذا الحضور بيعبر عنه العقلاء أم الحمقى؟ إذا ما عبر عنه العقلاء سوف يختطفه الحمقى، وعشان كده ضروري جدا نحن نعمل ورشة ناقشة الموضوع ده. تناقشوها انتوا، انا ما بقصد انا، نحن عندنا رؤانا ومؤسساتنا بنتكلم فيها، لكن الاحفاد تعمل ورشه تناقش الموضوع ده بصوره جديه. كذلك ضروري جدا من بحث افضل الطريق للتعامل مع حريه الفكر. الحاصل في الجامعات الاخرى اليوم ده غلط جدا، لانه تحول الى عنف وتحول إلى نبي مشاكل المجتمع وسلبياته كلها، لكن لا بد من وزنه. ليه؟ لأنه بنات الأحفاد حبوا يكون عندهم استطاعة في أثناء الدراسة أن يتعرضنا للخلافات الفكرية والمناقشات الفكرية عشان ما يطلعا ويكونا ما عرفات حاجة، ما ناقشات حاجة، يطلع ناقشات القضية الفكرية. ده مهم جدا جدا، ده مهم جدا، وفي رأيي بيكون أيضا فيه قيادة لمؤسسة التعليم الثانية، لأن مؤسسة التعليم الثانية في تقديرنا أفلتت خلاص جدا، وبقى الحاصل فيها فوضى لا تسمح بتعليم ولا تسمح باستقرار ولا تسمح بأمن ولا تسمح بأمان. بعدين المسألة الأخرى ضروري من الأحفاد تراعي think tanks، تكون think tanks للمسائل الحضارية والمسائل المجتمعية. think tanks دي للوقت هي الحضارات، الصراع الأساسي هيكون بيناتها هو عبر soft power، القوة الناعمة مش القوة الخشنة. عشان كده محتاجين لمؤسسة زي الأحفاد تتبنى تكوين think tanks قومية عشان تناقش القضايا المختلفة المتعلقة بالمسائل الحضارية والمسائل المجتمعية، لأن المستقبل الصراع بين الحضارات وبين الدول حيكون مستقبل صراع
بالقوة المعنى. ونحن محتاجين لحافظات فكرية. النقطة الأخيرة في الصدد ده، الأحفاد تستحق أن تجد مصادر تمويل كبيرة جدا عشان تدعم هذا الكلام، وده موضوع إحنا حقنا كلنا نتكلم فيه عشان يبقى فيه وسائل مختلفة، دعم الدولة، دعم المجتمع، دعم اليونسكو. المهم أن نفتش مع بعض مصادر مختلفة للدعم المالي لهذا المجهود الحضاري اللي بتمثل الأحفاد. هي الآن عملت إنجاز كبير، ولكن أنا عايز أتفكر بالأحلام المذكورة دي عشان تقدم لأفريقيا وللعالم العربي نموذج فيه خلق بناء المرأة الجديدة التي تساهم في العطاء الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق ودوام الصحة. زمان كنا في الأحفاد بنقول يعني دار الأحفاد رعاك الحي وأدام لنا عميدك حي. إن شاء الله هذا النداء، هذا النشيد يستمر حتى يوم هذا. السلام عليكم.